السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نعمل مفرش بطريقه سهله وبسيطه من بواقي خيط عندنا. شايفين شكله؟ وممكن كمان نشبكه. تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. اول حاجه هنعمل عقده البدايه، هنرتفع 6 سلاسل. ادي 1 2 3 4 5 6. هاجي عند اول سلسله وهقفل منزلقه، اطلع من الحلقه. بعد كده اطلع من الحلقه اللي معايا على الابره، هرتفع سلسله وهاجي هنا في الحلقه دي وهشتغل 16 غرزة حشو. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هكمل 6 وارجع له. انا كده كملت 16. هاجي دلوقتي اقفل الحلقة بتاعتي وهاجي هنا عند اول غرزة حشو عملتها، هسحب الحلقة واشتغل منزلقة وهبدأ أقص الخيط بتاعي. أنا قصيت الخيط وهسحب الحلقة دي كده بنفس الطريقة وهنبدأ نشتغل السطر التاني مع بعض. شايفين المكان اللي قفلنا فيه المنزلقة وقصينا عنده؟ هاجي في نفس المكان وهسحب الخيط بتاعي. شايفين الطرف اللي انا قصيته؟ هاخده معايا هو والحلقة التانية. هرتفع 3 سلاسل. ادي 1 2 3. هاخد لفة على الابرة وهرجع تاني لنفس المكان واسحب حلقة. معايا 3 حلقات، هطلع من حلقتين. هاخد لفة على الابرة وارجع تاني لنفس المكان اسحب حلقة. معي 4 حلقات، هطلع من حلقتين. بعد كده هطلع من 3 حلقات، هرتفع. ادي 1 2 وهسيب سلسلة واروح للسلسلة التانية على طول. ياخد لفة على الابرة واشتغل 3 عواميد غير مكتملين. هسحب الحلقة. معي 3 حلقات، هطلع من حلقتين. اتفضل معي حلقتين. ياخد لفة على الابرة وارجع تاني لنفس المكان اسحب حلقة. معي 4 حلقات، هطلع من حلقتين. هتفضل معي 3. ياخد لفة على الابرة وارجع لنفس المكان اسحب حلقة واطلع من حلقتين. تفضل معي 4 حلقات، هطلع منهم مرة واحدة. هرتفع 2 سلسلة. هاخد لفة على الابرة واسيب الحلقة اللي بعديها واروح الحلقة اللي بعديها على طول، الحلقة التانية، واشتغل 3 عواميد غير مكتملين. 2 3 واطلع من الـ4 حلقات وارتفع. ادي 1 2 واخد لفة على الابرة سيب الحلقة اللي بعديها على طول واروح للتانية واشتغل 3 عواميد غير مكتملين. المفروض يطلعوا معايا 8. انا عملت 4 واكمل 4 التانيين وارجع لكم. كده دي 8. هاجي دلوقتي وهرتفع سلسلة واحدة وهاجي هنا في 3 سلسلة وهقفل منزلقة.
كده هنبدأ السطر التالت. شايفين المكان اللي قفلت فيه منزلقة؟ هاجي واسحب طرف الخيط هجيب اللون التاني. هاجي دلوقتي عند اي فراغ يقابلني هاجي هنا وهبدأ اثبت الشغل بتاعي. هرتفع ادي واحد اتنين تلاتة ودول بنعتبرهم عمود. هاخد لفة على الابرة وهرجع تاني لنفس المكان واشتغل كمان عمود واخد لفة على الابرة واشتغل كمان عمود. في اول فراغ قابلني اشتغلت فيه تلات عواميد. هاخد لفة على الابرة. شايفين التلات عواميد اللي كنا بنقفلهم بسلسلة؟ شايفين السلسلة بتاعت التلات عواميد؟ هاخد لفة على الابرة وهيجي عند السلسلة دي وهشتغل عمود بلفة. ياخد لفة على الإبرة وهابلن الفراغ هشتغل فيه تلات عواميد بلفة. ادي واحد اتنين تلاتة. هاخد لفة على الإبرة هيقابلني الحلقة بتاعت التلات عواميد كنا بشتغل فيهم تناقص واشتغل فيهم عمود. خد لفة على الإبرة ويقابلني الفراغ اشتغل تلات عواميد. واحد اتنين تلاتة. خد لفة على الإبرة والحلقة تغل فيها عمود بلفة. اخر واحدة هتقابلني واشتغل العمود. بعد كده هقص الخيط بتاعي وهيجي في تالت سلسلة واشتغل منزلقة وارجع لنفس المكان اللي قفلت فيه منزلقة. اسحب طرف الخيط بتاعي بنفس الطريقة كده. كده ده تالت سطر معانا. نحاول نشيل اي زيادات اول باول. هاجي دلوقتي قبل اي تلات عواميد على طول كده هدخل واسحب الخيط بتاعي وارتفع تلات سلاسل. ادي واحد اتنين تلاتة ودول هنعتبرهم عمود. شايفين الطرف ده هاخده معايا كده. ياخد لفة على الابرة وارجع لنفس المكان واشتغل عمود. ياخد لفة على الابرة وارجع تاني لنفس المكان واشتغل عمود. كده تلاتة اربعة. برتفع اتنين سلسلة وشايفين العمود اللي كنا بنشتغل فوق هنا كده. شايفين التلاتة دول في ما بينهم فراغ. هاجي بين الفراغ ده واشتغل غرزة حشو وارتفع اتنين سلسلة والفراغ اللي بعديه على طول اللي قبل التلات عواميد هشتغل اربع عواميد بلفة. ادي واحد اتنين تلاتة أربعة. بارتفع اتنين سلسلة والعمود شايفين العمود ده باجي كده واشتغل فيه غرزة حشو وارتفع اتنين سلسلة واخد لفة على الإبرة والفراغ اللي بعدي اللي قبل تلات عواميد بنشتغل أربع عواميد بلفة. ادي واحد اتنين تلاتة أربعة.
ونرتفع 2 سلسلة، والعمود اشتغل غرزة حشو، بعد كده 2 سلسلة هياخد لفة على الإبرة، وقبل ال3 عواميد بشتغل 4 عواميد بلفة. ادي 1 2 3 4، وارتفع 2 سلسلة واشتغل غرزة حشو، و2 سلسلة وياخد لفة على الإبرة، وقبل ال3 عواميد اشتغل 4 عواميد بلفة. ده شكلها هيك. دلوقتي ارتفع 2 سلسلة وهيجي عند العمود وهشتغل غرزة الحشو، وارتفع 2 سلسلة وهيجي هنا عند 3 سلسلة في اول عمود عملناه وقلنا ده عمود، وهنقفل منزلقة. هرتفع ادي 1 2 3، ده اول عمود معانا في السطر الجديد. ياخد لفة على الإبرة وهروح لنفس المكان اللي قفلت فيه منزلقة واشتغل كمان عمود بلف. ياخد لفة على الإبرة واروح للعمود اللي بعديه واشتغل عمود، ياخد لفة على الإبرة والعمود اللي بعديه اشتغل عمود، ياخد لفة على الإبرة والعمود اللي بعديه اللي هو رابع عمود واشتغل عمود، وارجع تاني في نفس المكان اشتغل عمود. بشتغل 2 عمود في أول عمود و2 عمود في آخر عمود. هرتفع 2 سلسلة وهياخد لفة على الإبرة واروح لأول عمود واشتغل 2 عمود بلفة. ادي 1 2، هيقابلني 3 عواميد، هشتغل في العمود عمود والعمود التاني عمود، والعمود الأخير هشتغل 2 عمود بلفة. أدي 1 2، وارتفع أدي 1 2 2 سلسلة، خد لفة على الإبرة واروح عند أول عمود يقابلني، شايفين أول عمود من الأربعة، اشتغل في أول عمود 2 عمود بلفة. أدي 1 2، والعمود اللي بعديه عمود، واللي بعديه عمود، واخر عمود هشتغل 2 عمود بلف. ادي 1 2، وارتفع 2 سلسلة، اشتغلت 2 سلسلة وهاجي في 3 سلسلة في العمود زي ما تعودنا، وهنقفل منزلقة وارتفع 3 سلاسل وياخد لفة على الإبرة. هنكرر السطر ده تاني، أول عمود بنشتغل فيه 2 عمود بلفة، ياخد لفة على الإبرة هيقابلني أدي 1 2 3 4 5، هشتغل في 4 عواميد وفي 5 تزايد. أول واحد أدي 1، والتاني والتالت والرابع، وهاجي في 5 واشتغل 2 عمود بلفة. ادي 1 2، وارتفع 2 سلسلة، ياخد لفة على الإبرة وهيقابلني ادي 2 4 6 6 عواميد، هشتغل في اول عمود 2 عمود بلفة. ادي 1 2، والعمود اللي بعديه عمود، والعمود اللي بعديه عمود، واللي بعديه عمود، واللي بعديه عمود، واللي بعديه تزايد، اخر عمود نشتغل في اول واخر عمود تزايد، بعد كده نرتفع 2 سلسلة. شايفين ده شكل القطعة بتاعتي؟ ده شكلها هيك دلوقتي. وارتفع 2 سلسلة، ادي 1 2، هاجي دلوقتي بتالت سلسلة
ونقفل منزلق، والعمود التاني هاجي واقفل فيه منزلقة، وهرتفع 3 سلاسل. ادي 1 2 3. هاخد لفة على الإبرة وارجع لنفس المكان تاني واشتغل عمود 2 3 4 5 6 6 عواميد، وهنعتبر 3 سلاسل عمود يبقوا 7 عواميد. هاجي دلوقتي هسيب العمود اللي بعديه واروح لتاني عمود واشتغل غرزة حشو، هسيب العمود اللي بعديه واروح العمود اللي بعديه وهشتغل 7 عواميد. ادي 1 2 3 4 5 6 7. هسيب العمودين واروح للفراغ واشتغل غرزة حشو، هاخد لفة على الإبرة وهسيب أول عمود وهروح لتاني عمود واشتغل 7 عواميد بلف. ادي 1 2 3 4 5 6 7، واسيب عمود والعمود اللي بعديه اشتغل غرزة حشو، اسيب عمود والعمود اللي بعديه اشتغل 7 عواميد بلف. ادي 1 2 3 4 5 6 7. هسيب العمودين واروح للفراغ واشتغل غرزة حشو، شايفين اداني شكل القلب. هاجي دلوقتي انا خلصت السطر، هاجي دلوقتي عند اخر فراغ واشتغل غرزة حشو وهبدأ اقص الخيط بتاعي، وهجيب طرف وهجيب ابرة التنظيف بتاعتي وهاجي دلوقتي شايفين تالت سلسلة. شايفين ده شكلها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو في اي استفسار سيبولي في الكومنتات. السلام عليكم.